زين هذا سليم خلص حقوق، شو ممكن يصير؟ ويا دايمان طيب، يعني شو الشغلة كيمياء مبينة بده يصير محامي؟ لك مضبوط كلامك، وممكن يصير قاضي عام كمان، بس أنا ما هيك قصدي. هذا إذا تطوع بكلية الشرطة وقبلوهن بيتخرج ملازم أول، وبجوز يعينوهن مدير ناحية ويصير معلمي. إيه ها؟ والله يا مختار أحسن ما تجوزها لواح ما عنده شغل غير بالأرض، يعني من على بكرة الصبح لو تواخذني يا على الحواش يا على الحصيدة يا على الفلاحة. بقى يا مختار، هلا الواح شو بده من هالدنيا كلها غير سعادته ولاده ومستقبله الحلو؟ يعني معقولة يعركسلن أموراً ويفشكلها؟ والله يا جماعة من ناحية أخلاقه الصراحة ما عليه شيء. مزبوط يا جماعة؟ مزبوط. على كل حال أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وحلت البركة، وكرمال جيدكم الغالي علي كتير كتير، يعني خلاه يشرف بكرة. ليش بكرة؟ هلأ أحسن، خير البر عاجله. يا حسون روح جيب لي سليم موجودا. هاتي قهوة يا نظمية. راح الهم عن قلبك هلا. اي راح. تعي تعي لبارك لك. شفتي بدي شوفك عروس؟ قولي ان شاء الله. ان شاء الله. اخ نوم ابوي ما يرجع يفور دمه بس يجي سليم. على كل حال اهلا وسهلا فيكم والله يتمم على خير. امين. بس عدم المؤاخذه، بيقول المثل شرطا بالاول ولا قتيلا على البيدر. مزبوط والله. يعني شغله انه ما يشوف خطيبته ما بصير، لازم يشوفها، الشرع والقانون بحق له. بس اسمع يا ابن الناس، بتشوف خطيبتك يا بحضوري يا بحضور امه، والا بعدين بزعل كثير. ها عم تحكي بالاصول يا مختار. بحظي اذا بسمعوا بانه لعب بديله هيك ولا هيك، لنزل لك يهني على الفلقه دغري. ما بتقصر يا ابو دهي. تسلم. ولو يا عمي الك علي، ما الا العفوفه مرحبا اذا ما سمحت لي. فاتحتك لك ابني وقريناها، والبنت خطبناها، اسا بدك مننا شيء؟ محشومي والله ما بنسى لكم هالموقف بحياتي. افرنا بريحه طيبه لك. يلا السلام عليكم مختار. يا ولادي شرفتوا، قربت لكم هي بالفرح. الله يبارك فيك خي صالح. الله يبارك فيكم جميعا. برعايه الله. الله معكم. الله يبارك فيكم. مع السلامه. مع السلامه. عمي. نعم. هلا انت الصبح بكره بالبيت؟ انا من اول ما بنبس الضو رح كون بالفلاحه. واسمع سلام يبريني عن ديني اذا بتحط اجرك بهالبيت بالرياضي.